يقول السائل: هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان يجوز ماذا أقول؟ نعم، تستحب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. ويدخل في هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة، يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ. نعم. ويقول إذا زارها يقول: السلام عليك يا فلان، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته. وكذلك غير الرسول إذا زار أي واحد من الأموات يسلم عليه باسمه، يقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له بالرحمة والمغفرة. نعم.